بنينا غير الطرف اللي فيه 6000 متر وخلينا 4000 متر تقريبا اون اكستنسيون اللي السيرفاس توتال عندنا 2000 متر كوفيرت 1050 متر كاري او سول دونك اون ايسي اكزاكتومون ايسي سيتي سال دو فورماسيون دخلنا لباغ ايسي نو سوم ايسي اكتوالمون قامت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بشراكة مع عمالة فحص أنجرة وباقي الشركاء بإنجاز القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالمدينة الجديدة شرفات بكلفة إجمالية تناهز عن 16 مليون و 600 ألف درهم على مساحة إجمالية تقدر بهكتار، وتتضمن مجموعة من الفضاءات منها فضاءات إدارية، فضاءات للتكوين، فضاءات تقنية، وفضاءات للتدريبات الرياضية التي تتضمن برج ومسبح، وهناك أيضا مسكن لعناصر الإغاثة. سيمكن هذا المشروع من توفير وسائل التدخل السريع في حالة وقوع حوادث أو حرائق والحد من انتشارها بإقليم فحص أنجرة، وكذا سيمكن من تقوية أمن منطقة شرفات الجديدة التي تعرف مؤخرا تنمية مجالية وعمرانية.